بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب التربية الخاصة في مقرر فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية. عنوان محاضرة اليوم بعنوان تنمية المهارات الحسية. يتوقع بإذن الله بعد انتهائك من هذه المحاضرة أن تكون قادرا على أن تتعرف أهمية تنمية بقايا البصر لدى المعاق بصريا، تتعرف أهم الاتجاهات التدريبية التي تنمي بقايا البصر لدى المعاقين بصريا، تعد برنامجا تدريبيا لتنمية بقايا البصر لدى المعاقين بصريا. تنمية البقايا البصرية لدى ضعاف البصر. متى بدأ الاهتمام بالبقايا البصرية لدى ضعاف البصر؟ حتى منتصف القرن العشرين، القرن الماضي 1950، لم يكن هناك اهتماما بإثارة البقايا البصرية وتنميتها. بدأ الاهتمام على يد طبيبة العيون نيتالا براغا سنة 1982 حيث أكدت على أنه يمكن الاستفادة من بقايا البصر لدى عينة من الطلاب ضعاف البصر من خلال برنامج تدريبي منظم. أهم الاتجاهات التدريبية التي تنمي بقايا البصر لدى الطفل المعاق بصريا: اتجاه الإثارة البصرية، يجب إقران المسيرات بقراءة شرطية عند تدريب الكفيف على الانتباه البصري، ولا بد أن يدرك الفرد ما يستفيده من استخدام تلك المسيرات، أي نقدم الشيء ونقدم القرين، رقم 2، اتجاه زيادة فعالية الإبصار. يهتم هذا الاتجاه بالتدريب لزيادة فعالية الإبصار، حيث يتعلم الطفل ذو البقايا البصرية التمييز بين أنواع المثيرات البصرية، وكذلك التفريق بين الخطوات والتفصيلات الداخلية للأشياء، ثم يميز بين الأشياء ذات البعدين أو ثلاثة أبعاد من المرئيات القريبة، بالإضافة إلى المهمات البعيدة والأشياء الثابتة والمتحركة وإلى آخره. بمعنى هناك أشياء لها بعدان، هناك أشياء لها ثلاثة أبعاد، نحاول أن نعطي الكفيف هذه الأشياء ويبدأ التمييز بينها. هناك أشياء مثلثة، هناك أشياء مربعة، نبدأ بعرض هذه الأشياء على الطفل ذو البقايا البصرية ليبدأ في تمييزها وإدراك الفروق بينها. الاتجاه الثالث هو اتجاه التدريب على استخدام البقايا البصرية. من المهم أن ندرب الكفيف دائما على أن يستخدم بصر، فلو استخدم ما لديه من بقايا إبصار سيستفيد منها، إنما لو تجاهلها فلن تحقق له فائدة مرجوة. أنشطة البرامج البصرية، هناك نشاط على سبيل المثال هو رؤية الأشكال ذات الأبعاد الثلاثية، الأدوات، ألعاب مختلفة، أشكال هندسية، عصي مختلفة الطول. النشاط الذي يمكن تدريب الكفيف عليه تمييز الأشياء المتشابهة والأشياء غير المتشابهة. الخطوات، تحديد أبعاد الأشياء، وصف الأشياء أطول أو أقصر أو. بمعنى إذا أردنا أن ننمي سلوك رؤية الأشكال ذات الأبعاد الثلاثية، نأتي ببعض الألعاب ونعرضها ذات الأشكال الثلاثية المختلفة ونعرضها على الطفل الكفيف ونطلب منه تحديد أبعادها ووصفها وأن يصفها بكلمات مثل أقصر وأطول. وهناك إن شاء الله نشاط عملي يوضح ذلك. راح نبدأ بهذا التدريب وهو عبارة عن بعض المجسمات. راح يتعرف الشخص على عدد من الأشكال والأحجام. فبالنسبة للشخص ضعيف البصر راح يستطيع أن يميز بين الألوان في هذه الأشكال. أما الشخص الكفيف فلا بد أنه يتحسس إلى أجزاء، راح يعتمد على الشكل فقط وليس على اللون على حسب الأحجام. في هذا التدريب لابد أنك تفرغ الأشكال وتعمل خلط بين الأحجام على أساس يحاول الشخص
تركيبها بشكل مدرج. ممكن يبدأ بالحجم الأكبر، الحجم الذي يليه، فالأصغر فالأصغر. الشخص ضعيف البصر راح يكون ممكن التمرين هذا أسهل نوعا ما عن الشخص الكفيف. فعندنا في الشكل الأول شكل رباعي ولكن هرمي، في النوع الثاني شكل هرمي ولكنه دائري. أما النوع الثالث هو قد يجد صعوبة ممكن بالنسبة للشخص الكفيف، لأنه في تشابه ما بين الأحجام، ما بين حجمين في الشكل، فراح يبدأ بالأصغر من ثم بالأكبر، الأكبر مرة ثانية، ومن ثم ينتهي بالحجم الأصغر. في هذا التدريب راح يتعرف مرة ثانية على الأشكال والأحجام وعلى ترتيبها بشكل تدرجي.